موقع جميل جدا احيانا متاكد انك هتحبه بعد هذا الفيديو لان الموقع ده مليان بادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتهمك قوي في شغلك على الانترنت في اي مجال وفي اي نيتش سواء كان كتابه المقالات السيلز على السوشيال ميديا اليوتيوب وهكذا وطبعا كل هذه الادوات مجانيه 100% وبالخاص بقى هقول لك النهارده على اداه جميله جدا من ضمن هذه الادوات الرائعه هي تحويل النص الى فيديو في ظرف ثواني باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني ومش بس كده الموقع طبعا ده هو موقع اسمه simplified.com دوت هي موقع Simplified هي من ضمن المواقع انا بعتبرها ان هو حاجه مهدور حقه قوي موقع بجد ممتاز موقع خرافي بيضم حياة ادوات وامكانيات رائعة فعلا هتهمك قوي وتحبها فعليا انها بتقدم جودة جميلة جدا جدا هنا في موقع سيمبليفايد هنا عندك انت ممكن تعمل تصميمات فيديوهات عبارة عن مقالات زي ما انت عايز كله في مكان واحد والجميل اكتر هنا في خطة مجانية جميلة للغاية بتيجي على موقع كوم بتسجل فيه بشكل مجاني ساين up for free انا برضه حقيقة حبيت اركز النهاردة على اكتر جزء مهم جدا الجزء الخاص بالاكسبلور اي اي تيمبليتس دي هتلاقيها في الداشبورد الخاص بحسابك تعمل كليك عليها وانا حقيقة زي ما بقول لك هتلاقي اكتر من اداة معمولة بالذكاء الاصطناعي بجد عليها جودة جميلة جدا انا هقول لك بقى انت خليك بعد هذا الفيديو روح للموقع simplify.com وجرب احدى هذه التيمبليتس او كلهم بجد هتنبهر بيهم مية في المية هنا بقى نركز بقى في موضوع الفيديو الخاص بتحويل التكست الى فيديو او السكريبت الى فيديو طبعا جاي او من اسمها طبعا السكريبت انت عندك ممكن مقاله او نص طويل شويه حاب تحوله الى فيديو سواء للسوشيال ميديا او لليوتيوب يبقى استخدم هذه الاداه الممتازه هنا بقى في جزء خاص بالتكست تو فيديو نعمل كليك عليها بمنتهى البساطه وبمنتهى الجمال هنا كل ما عليك فقط انت حاب تعمل السوشيال ميديا فيديو ده عباره عن ايه عن ايه زي اي موضوع وفي اي نتش انت عايزه كمثال ممكن اكتب ذا اوف لوبن سيتس اللي هو فوائد الترمس كمثال يعني ذا بينيفيتس اوف لوبن فور مثلا ماسلز مثلا كمثال حلو خالص ها بقى التارجت اودينس انا ممكن حابب اوجه هذه الفيديوهات او هذا الفيديو ممكن للناس كمال الاجسام او الناس الفيتنس ممكن لافرز والكلام ده محبي اللياقه البدنيه وهكذا انا ممكن اخليها فور بودي بيلدرز تمام انا عملتها هنا فوق زي الفل جدا طبعا هنا عندك بعض الادفانس سيتنجز مفيش مشكله منها طبعا عندك هنا زي ما اتفقنا انت ممكن تختار هنا دايمنشنز او تعمل انت تحديد ابعاد هذا الفيديو زي ما انت عايزنا اخليها انا هعمل هذا الفيديو موجه للتيك توك وانستجرام وبنترست وهكذا دوس هنا جنريت هنا ننتظر ممكن بقى تقريبا حوالي ممكن دقيقتين او ثلاث دقايق ويجد لك هنا فيديو بجد ممتاز جدا خاص بهذا الموضوع وبكده عندنا هذا الفيديو جاهز يا معلم بص بقى اسمع hey, طبعا بجد الحقيقه فيديو ممتاز جدا في فوتج او في فيديوهات جميله جدا معبره عن هذا السكريبت او هذا النص اللي بيتقال بشكل مميز جدا هنا بقى بنيجي نعمل تفعيل للساب تايتلز زي ما انت شايف كده دي عباره عن الترجمه او الكلام اللي بيتقال في شكل دايناميك بشكل مذهل جدا هنرجع الجزء الخاص بالساب تايتلز تمام دوسنا جنريت ساب تايتلز طبعا تختارين اللغة انا ممكن اخليها باللغة الانجليزية طبعا انت ممكن تخليها باللغة العربية المانية كترجمة للمحتوى اللي بيتقال يعني نخليها بالانجلش ومن ثم نسميها generate subtitles. بهذا الشكل الممتاز طبعا حاجة بجد جميلة طبعا لو هنا لو انت حابب ممكن تضيف حاجة معينة زي بين قوسين ممكن تضيف ممكن تنويه معين تضيف انت ايموجي بشكل اخر زي ما انت تريد زي الفل كده طبعا طبعا تم تطبيقها على هذا الفيديو بالشكل اللي okay. شايفه ده <applause> حلو خالص هنا بقى الجميل اكتر بقى هنا دي جزء خاص بالسايلز هنا بقى انت ممكن تتحكم في شكل هذا السب اللي بيظهر في هذا الفيديو بشكل مثالي وبشكل ممتاز شايف ممكن تخليه بالشكل ده كمثال او ممكن بالشكل ده او بالشكل ده ده ممكن لو حبينا ممكن نخليه كده بص بقى أو ممكن نخليها هنا اللي الأزرق ده حاجة بجد ممتعة جمال وبمنتهى الحلاوة طبعا بقى انت ممكن تتحكم اكتر بقى في الجزء الخاص بالسب تايتلز نفسها من التكست كيز او ممكن بقى الكابيتال السمول لون الفونت نفسه زي ما انت عايز فبجد طيب حقيقة انت كده عملت فيديو جميل للسوشيال ميديا عبارة عن 53 ثانية متوافق جدا مع انستجرام او في الفيسبوك تيك توك بنترست زي ما انت عايز بشكل مثالي وبشكل ممتاز هي طبعا بقى انت ممكن تضيف ممكن صور او فيديوهات زي ما انت عايز لو انت ممكن مش عاجباك ممكن مقطوعة معينة او انت حابب ممكن تضيف صورة اخرى من داخل الجهاز عندك او من داخل الموبايل زي ما انت تريد تيجي على الجزء الخاص بالفيجوالز او المحتوى البصري وهنا الجميل اكتر بقى انها طبعا هتلاقي ان في حاجات زي الشيبس ممكن بقى الاشكال اللي هي طبعا بتكون متحركه شايف انت ده عباره عن زي اوديو فيجوالايزر يعني كان ممكن انت مشغل زي ميوزك مثلا او حاجه بجد جميله جدا انت ممكن هنا تبحث ممكن عن ممكن فيديوهات او صور في جزء خاص بالميديا عندك هنا اكتر من سورس اكتر من مصدر للحصول على هذه الصور والفيديوهات بشكل مجاني واخر بشكل مدفوع مثلا انت ممكن تجيب الصور والفيديوهات ممكن من اون سبلاش من بيكس بي, من بيكسلز من شوبيفاي الاستوري بلوكس طبعا ده بيكون شكل بريميوم جوجل درايف لو انت ممكن رافع بعض الصور على جوجل درايف زي ما انت عايز او ممكن جزء خاص بالفيديوهات هنلاقي يعني برضه في الاستوري بلوكس ومن برضه من موقع بيكس بي ومن زي ما انت عايز وبرضه هنا يعني في حاجات كتيرة جدا مجانية بشكل جميل وبشكل خيالي طبعا كل ما عليك فقط ممكن تيجي على موقع مثلا زي بيكسلز كمثال وتكتب هنا كمثال زي وليكن المسلز او مثلا تريننج اي حاجه زي ما انت عايز ومن ثم هنا بيجيب لك هنا مجموعه كبيره جدا من هذه الفيديوهات من موقع بيكسلز بشكل مجاني استخدام تجاري وفقط بقى تعمل دراج اند دروب للمقطوعه اللي انت عايزها بشكل ممتاز جدا بجد حقيقه موقع خرافي وموقع ممتاز جدا استفادوا منه بقى في عمل هذه الفيديوهات للسوشيال ميديا على كل بقى انت خلصت بقى هذا الفيديو بمنتهى البساطه حابين بقى نعمل اكسبورت ليه وتصدير وتعمل ليه تنزيل على الجهاز عندك تيجي خاص بالاكسبورت ومثلا بقى طبعا هنا تعمل داونلود لهذا الفيديو بشكل مثالي وبشكل ممتاز جدا طبعا حاجه زي ما ذكرت في اول الفيديو هنا هتلاقي في اكتر من اداه جميله جدا بجد هتعجبك قوي في موقع سمبليفايد زي مثلا هنا شايف انت في هذا البريفيو انت ممكن تعمل هنا ثامبنيل لليوتيوب بشكل جميل جدا انت ممكن تحول يوتيوب فيديو الى شورت فيديوز بشكل مبسط جدا وبشكل احترافي حاجه بجد منتهى الحلاوه برضه تحت في اول كنت مثبت وفي سن الوصف هسيب لك قيمه بافضل المواقع اللي انت ممكن تحول بيها اي مقاله او اي نص الى فيديو احترافي سواء فيديو لليوتيوب او الى فيديو للسوشيال ميديا تعال نشغل مع بعض كده طبعا انت لو شفت هنا في بعض الووتر مارك او العلامه المائيه الخاصه بموقع سمبليفايد طبعا هنا حلها بمنتهى البساطه انت ممكن تحذفها بشكل جميل وبشكل مجاني حتى بدون ما حد يلاحظ ان هي كانت موجوده من الاساس ازاي بقى بمنتهى البساطه يا انت تيجي على موقع جميل جدا اسمه ريموف watermark مارك او اونلاين فيديو كاتر سلاش ريموف لوجو هنا بترفع هنا الفيديو اللي انت نزلته من موقع simplified.com دوت كوم بمنتهى البساطه وهنا بقى انت بتيجي تعلم بقى على هذا الووتر مارك شايف انت بالمستطيل ده طبعا تخليه على قدر الامكان بالظبط عليه تمام هنا دوس سيف انتظر هنا ممكن دقيقه او دقيقتين لحين انتهاء بقى عمل ابلود كمان بقى عمل زاله للووتر مارك او هذا اللوجو وبعدين تعمل هنا سيف تعال نشغله كده شايف انت ولا كاني موجوده محدش ياخد باله خالص منها حاجه طبعا بجد منتهى الحلاوه واب الجمال من موقع سامبليفايد دوت كوم فالحقيقه دلوقتي انت روح على موقع سامبليفايد جرب هذه الادوات الجميله سواء للمقالات او للسوشيال ميديا ومن ضمنهم كان برضه تحويل النص الى فيديو احترافي للسوشيال ميديا وكمان لليوتيوب ربنا يوفق الجميع ولو كان في اي سؤال اي سبسكرايب معاكم اشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم